ينضم إلينا من عمان محلل أول أسواق مالية في إكويتي جروب سركيس نزار للحديث عن تطورات العملات الأجنبية وأسواق العملات. أهلا وسهلا بك معنا سركيس. إذن يعني لا حديث يسمو على أداء الفيدرالي الأمريكي في هذه الفترة، والترقب واضح لقراراته تحديدا مع القرار المرتقب من المركز الأوروبي. إذن كيف تصف أداء مؤشر الدولار في البداية؟ صباح الخير. بالنسبة للدولار الأمريكي انخفض خلال تداولات يوم أمس بعض الشيء مقابل سلة من العملات الرئيسية، وهذا شيء طبيعي في ظل حالة من الترقب الكبير في الأسواق المالية، وخصوصا بعد صدور تقرير الفيدرالي الأمريكي يوم أمس والذي تم إظهار فيه توقعات مستقبلية ببقاء التضخم مرتفع وكذلك بقاء النمو الاقتصادي نوعا ما ضعيف. فتراجع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات، خصوصا بعدما رفع بنك كندا المركزي يوم أمس الفائدة ب 75 نقطة أساس، واليوم نحن بانتظار قرار البنك المركزي الأوروبي، وهذا كله يصب في صالح حالة من التذبذب في مؤشر الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات لحين صدور أعتقد قرار البنك المركزي الأوروبي. وأضيف على ذلك بأننا ننتظر هذا اليوم تصريحات من رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ستصدر في تمام الساعة 4:10 بتوقيت المملكة، وهذا أيضا يضاف على الأسباب التي ترجع إليها الحركة الحالية للدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات. نعم سركيس، لاحظنا أيضا تحركات واضحة في يعني عوائد السندات الأمريكية لمختلف الأجيال، هل كان لها أيضا دور في رفع أداء مؤشر الدولار؟ الآن بالنسبة لعوائد السندات الأمريكية، رغم أنها انخفضت قليلا خلال تداولات يوم أمس وخلال تداولات عقودها الآجلة هذا اليوم، لكن بشكل عام ما تزال مرتفعة نسبيا. عوائد استحقاق العشر سنوات ما زالت فوق 3%، وعندما نتحدث عن عوائد السندات فهنا نتحدث عن توقعات الأسواق المالية من المتوقع وبشدة وبنسبة تقارب 78% أن يرفع الفيدرالي هذا الشهر الفائدة ب 75 نقطة أساس، وهذا الرفع بالفائدة يعكس توقعات الأسواق بارتفاع عوائد السندات الأمريكية. فبالتالي حتى مع تذبذب الدولار الأمريكي ما زال الدولار يتداول قريبا من أعلى مستوياته في نحو 20 عاما مضت، وهذا ما يضغط على سلة العملات الرئيسية مثل اليورو والجنيه الاسترليني وكذلك الين الياباني الذي يتداول عند أدنى مستوياته منذ 24 عاما. نعم يعني بالحديث عن الين الياباني، إذا حالة من التراجعات وأدنى المستويات، وأيضا القرارات والتصريحات تحديدا من يعني المركز الياباني بأنه لا يوجد أي تحرك فيما يتعلق بأسعار الفائدة، هل تتوقع استمرار حالة التراجع للين؟ الآن نلاحظ هذا اليوم القليل من الارتفاع في الين الياباني، حيث ارتفع من مستوى 144 ين لكل دولار أمريكي واحد إلى 143 ين لكل دولار أمريكي. هذا الارتفاع جاء بعد بعض التصريحات غير الرسمية عن عدم ارتياح اليابان أو البنك المركزي في الانخفاض الكبير في الين الياباني، لكن إذا لم يتم اتخاذ إجراءات حقيقية لدعم الين الياباني فهنا قد يبقى الين الياباني ضعيف. بنك اليابان المركزي مستمر في سياساته التحفيزية، هذا اليوم صدرت بيانات اقتصادية أثبتت بأن الاقتصاد الياباني حقق نمو خلال الربع الثاني من هذه السنة بلغت نسبته 0.9%، وهذا ما أكسب الين الياباني قليل من القوة هذا اليوم. لكن بشكل عام بنك اليابان المركزي من المرجح أن يبقي على سياساته التحفيزية لفترة مطولة من الزمن، وبالتالي أعتقد بأن الين الياباني سيبقى ضعيف وقد يحقق المزيد من الانخفاض ما لم يتوجه بنك اليابان المركزي أو حكومة اليابان لاتخاذ إجراءات حقيقية لإيقاف هذا السقوط الحر في الين الياباني. نعم يعني وبالحديث عن العملات المتراجعة أيضا نلاحظ بأن الجنيه المصري بعد بيانات واضحة من مركز الإحصاء الوطني في مصر حول معدلات التضخم، يعني تحديدا حالة من التراجع الكبيرة شهدها الجنيه المصري، ماذا تتوقع لأدائه وهل سيكون هنالك فعلا قرارات تتعلق بدعم الجنيه مقابل الدولار؟ الآن بالنسبة للجنيه المصري بالفعل هو كعديد من العملات الأخرى التي تتأثر بالارتفاعات الهائلة بالتضخم. ارتفاع التضخم هو ليس مشكلة في مصر أو في الوطن العربي فقط، بل هو مشكلة عالمية حيث أن معدلات التضخم ارتفعت في أغلب دول العالم،
لكن الدول التي لا تتخذ إجراءات مباشرة لمحاولة الحد من ارتفاعات معدلات التضخم، هنا قد نرى عملاتها تتأثر سلبا. الجنيه المصري من المحتمل أن يبقى ضمن نطاقاته الحالية لفترة من الزمن التي شهدت فيها ضغوط، مثله إذا قارناه كذلك بالليرة التركية بعد وصول التضخم إلى أكثر من 80%، فقد بقيت قريبة من أدنى مستوياتها تاريخيا. فكما أشرت، هذه الحالة مرتبطة بالتضخم العالمي، وهي ليست حالة خاصة مرتبطة في اقتصاد معين فقط. نعم، المحلل الأول أسواق مالية في إكويتي جروب سركيس نزار، كنت معنا من عمان، شكرا جزيلا.